خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون ديليكس، ابارتمون من الحجم الكامل. الابارتمون اللي جاب لكم افيتو طنجي اليوم كتواجد في الظهر ديال المرجان اللي كاين في طريق الرباط او المسمى بشارع جيش الملكي. فين بالضبط؟ قريبه من مجمع الحسني، قريبه من المدينه الرياضيه اللي كاينه في طريق الرباط او ما يسمى الكامبو ديال بن بطوطه، قريبه من برانس الثانيه، قريبه من اهلن، وقريبه من السونتر فيل مع لي تونيل جدد. قريبه من هادشي كامل قالت لكم هندا. والابارتمون جات في الايطاج الرابع، العماره فيها في كل ايطاج كاينين غير جوج ديال البارتمات، وهاد الابارتمون فيها 88 متر معاوده بالاصلاح كامله من ا حتى زد. ودابا يلا ندخلوا نكتشفوها من الداخل كيفاش عامله. هانتوما كيف ما كتشوفوا مع الدخله كاين الصالون، كاين الصالون مجهز باحسن ما كاين، ورا الابارتمون كتبع سوا بالفراش سوا خويه. وي هو نديطايو لكم في الدار بالفراش، وغنقول لكم كاع الاصلاحات اللي دخلوا عليها بالنسبه للناس اللي غادي يبغاو يديوها خاويه. ها انتم فاتره راسكم في الصاله ديال الدار مع الدخله، وبحق دابا اول حاجه نشوفوها هي الصالون ديال لابارتمون. الصالون اللي في هذا لابارتمون هو مفرش بفراش مغربي تقليدي بامتياز، لا من ناحيه ديال الستادر، لا من ناحيه ديال الكونات اللي كاينين في الجناب، ولا من ناحيه ديال الطابله والطبالي اللي كيجيو معها. حتى الدريه مغربيه تقليديه مزونه، واتات لابارتمون وحتى الرواق اللي عاملين راه كيمشي مع لابارتمون اللي خديتوها بالفراش. وي ومن الاصلاحات اللي دخلوا في لابارتمون اذا فكرت غتديوها غير خاويه، عملوا ليها الصباغه، عاودوا ليها الزليت ديال الدار كامله، عملوا ليها هاد الحافات ديال الحيط في الدخله ديال الصاله، عملوا الريدو ديال الطيقان ديال الالومنيوم، وعملوا لهم شبابك، يعني الطيقان كامل بشبابك ديال الحديد. يعني الا كانوا عندكم العواوي ستيتون ما تخافوش من ناحيه ديال الطيقان، ما غاديش تهزوا لها وتقولوا غادي نشريو لابارتمون، عاد خصنا نوجدوا الفلوس ديال الشبابك. لابارتمون مجهزه مامنه، عجات في موقع جد جد ممتاز قريب من كاع المرافق العموميه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديوها الفراش كنقول بان هاد السدادر هادو راه من الكاليتي الممتازه، النوعيه وغزاله ديال السدادر اللي شحال المده هادي، وهما باقي تبارك الله باقي كيبانوا جدادين، لا تفريشه ولا كتاره ولا الديكورات اللي عاملين هنا. غير قربت لهم فاتي بالكاميرا غادي يبان باللي السدادر يعني ما مكرفسينش، باقي نقيين ما مبوطينش، ما كيبقاش الموطع ديال الكلاص، فهمت يعني باقي جداد. منو دجات تفريشه ما عندها شي مده طويله، ميم با نقول لك ديك عام هيداك عامين. يعني وسيده مرتقتنا عملات كان اخر ما كان في السوق مده عام هادي، يعني ديك كانوا اخر ما كان في السوق راه باقي حتى دابا طوندونس في السدادر هذا الوقت هذا. عاد حنا التقليدي ديالنا ما كيموتش، دائما كيبقى مزيون وكيبقى في الطوندونس. داكشي اللي كان هنايا مع الدخله خصها انها تعمل هاد القنصله هادي بهاد الديكورات هادو، يعني اذا شريتوها بفراش راه غتديوها بهاد الديكورات كاملين اللي فيها. يعني اي حاجه غادي تشوفوها بالكاميرا وغتبان لكم في الفيديو هذيك غادي تبقى لكم اذا خديتوها بالفراش، اما اللي خديتوها خاويه غادي تبقى لكم لابارتمون خاويه والحق فيها الكليمه وفيها البلاكارات اللي غادي تشوفهم في الكوزينه. وقبل ما ندخلوا الكوزينه غادي نشوفوا غير السعيه ديال وسط الدار اللي فيها السالابوجي وفيها القنصله الثانيه. وسط الدار كبير تبارك الله، كم امكانهم انهم يعملوا جلسه مثلا بكنابيس صغارين تيتوين كنابيس عصريين، او لا هيدا حسن سالابوجي فين ياكلوا ويخليوا الباقي ديال البياس ديال لابارتمون نقيين. سينو كاينه فكره اللي قلتيها لي في الاول كيف تدخل على لابارتمون، يعني بامكانهم غادي الدور وتورينا هاد الحيط هذا، الحيط اللي مكالي على الصاله اللي كيفصل هاي فاتي غادي تدور هاد الحيط هذا اللي كيفصل بين سالامونجي والصاله، يعني حدو بحد الحيط يفتح كامل، وغادي تولي ديك الساعه صالون عصري وصالون مغربي هنايا ومفتوحين على بعضهم، لا من ناحيه ديال الشمس غادي تدخل، ولا من ناحيه ديال التهويه غادي تكون في جوج مواطا، ولا من ناحيه ديال الوسعيه غادي تبان لك لابارتمون واسعه، حيت ما قلناش باقي ما قلناش المتراج، راه لابارتمون اولا قلتيها في الاول لابارتمون فيها 88 متر، ولكن الا راه بهذا الحيط هذا غادي تبان المساحه ديال لابارتمون كيفاش عامله. غتوسع غتوسع وغادي تولي الصاله الضوء ديالها والشمس ديالها داخلك حتى وسط السيجور، يعني وسط الصالون العصري اللي غادي تعمل او اللي دخلتي هكا صالون. بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوها بالفراش راه هاد الصالون غيبقى، هاد العيبه ديال الكونسولا او البترين غادي تبقى، هاد الديكورات اللي كاينين في الحيط كاملين غيبقاو. وفي يعني هادشي كامل اللي وراكم فاتي اللي طيبت لكم فاتي في الاول غادي يبقى. وهنا ندخلو نشوفو الكوزينه ديال لابارتمون اللي حتى هي عودتها من ا حتى زد، يعني من ناحيه ديال الاصلاحات اللي عملت في الكوزينه نورمالمون كان فيها بالكون دخلته في الكوزينه، عملت الزليج لهاد الزليج
الثلج اللي كاينه فاطمه زهراء في الارض راه كامل هما اللي عملوه في الدار كامله. الدار كامله مزيانه النوعيه الممتازه، وحتى الكوزينه عملوا هاد النوع ديال البلاطارات، عملوا هاد المارمو يعني مول الابارتمون هي اللي عملاته، وعملات كلشي انتيغ يعني ماكينه التصبيغ ماكينه القشوع الثلاجه كلشي عملات له مواطو تحسين. فكره ممتازه باش الكوزينه ما تاخذش ما يتحطش فيها الباكج بزاف وتضيق، بالعكس استغلت المساحه ديال لي بلاكارات ملات كونشي اونكاستري يعني، وهاد لي بلاكار راه غيبقاو واخا تاخذوها خاويه غيبقاو. وي وتا من ناحيه البالكون اللي دخلاته مع لاكويزي عملت ليه الثقان ديال الالومنيوم والزاج، وعملت حتى الشبيك ديال الحديد، وعملت نشر، وعملت هذه الطويقه هذه صغيره ديال الحديد اللي كتفتح غير اللي كتخليك نشر، هو ديجا كاين سطح. هذيك الطاقه انا كنعتبرها من احسن ما يكون في لابارتمون، حيت هذه كنعتبروها منفذ ديال السكور يعني حتى لشعلات العافيه لا قدر الله راه كيبقى لك واحد المنفذ مثلا ملي يدخلوا بومبيروس باش ميبقاش كلشي بالحديد بنادم ما كيجبر ملي يدخل اللي كيكونوا الثقان كامل شباب كامل حديد، من الافضل تخلي واحد لاسباس هكا مفتوح. ونشوفوا الشومبر الاولى ديال هاد لابارتمون اللي هما عاملينها هنا بالكلاس. لا شومبر هذه هي المساحه ديالها راه كبيره دايره هانتوما كتشوفوا بالصدادر حتى هي تفريشه نقولوا عصريه تقليديه مخلطه بين جوج، عاد فيها الكليما وعملوا فيها الصباغه دياقوته. وي يعني كلشي البيوت كاملين مصبوغين ومعاودين بالاصلاح، عاملين طقان ديال الالومنيوم، وهنايا الكليما كيف ما قالت لكم هندا غادي تبقى واخا تاخذوها خاويه، هي الدار صراحه الله مفرشه على قياس ديالها على قياس يعني. هي من الاحسن من الاحسن الواحد يختبر الفراش بالحق في حاله ما عندوش الفلوس وعنده غير الفلوس ديال لابارتمون خاويه يعني يفرش بهذا الفراش هذا اللي جات كل حاجه في متعه ياخذ فكره. وهذا يقدر يتقلب يقدر مثلا يجي بيت العواول واخر يعرفوا بالعول هو اللي يجي بيت الكلاس، حيت لابارتمون جات دو فاصاد الواجهات بجوج بهم ما كيطلعوا ما كاينش اللي كطلع للباتيو بجوج بهم كيطلعوا على ليسباس كبير قدامهم يعني الفاصاد كطلع على الشارع وفاصاد كطلع على واحد المساحه ديال العماره. وهنا كنلقاو الشومب الثانية كيما قلت لكم تقدر هذه هي اللي تجي بيت ديال الكلاس وما يكونش بيت ديال العواول، واخرى بيت الكلاس عملوه بيت ديال العواول. والوسعية ديال هاد البيت اللي عاملينها والعواول كما كتشوفوا معنا فعاملينها جوج تكيمان هما عاملين جوج تكيمان بالحق، حالة ما نتوما بغيتوش تلتزموا بهاد الفراش هذا تقدروا تعملوا دو لي سيبوبوزي وتعملوا فراش اخر اللي يقدر يهز لكم ثلاثة ديال العواول، سينو ما بغيتوش الشومغ اصلا زايدة تقدروا تزولوا هاد الحيط هذا وتخليو سيجور كبير مزيون مقسم على جوج بارتي سالا مونجي او بارتي ديال الكنابيس فيها تكون التلفازة وغادي تجلسوا فيها. فكرة رائعة انت هنا كتقيس لي الحيوط يعني الواحد اللي عنده الاحتياج غير بجوج ديال الشومبر لما يكون تكون الثالثة، هاد لا شومبر تزاد حتى هي في المساحة مع داك الحيط التواري وغادي تكون واحد المساحة كبيرة صالون اخر هذا وعلى ديك الشيء قلت لك يعني هاد الحيط غيتزال هاد الحيط غيتزال غيبقى سيجور كبير بزاف غادي تقسم على جوج، هنا صالا مونجي وهنا موطع فين غيجلسوا وغادي يعملوا التلفازة ديالهم. حتى إذا عملوه بيت كلاس يقدر يكون بيت كلاس ماشي ضروري يكون بالباب بحال اللي عندنا هو يكون هنايا يعني ما عندوش شي الحيط التلفازه تعلق وصلا مونجي فكره غزاله. ودابا نكملوا لابارتي الثانيه ديال هذا لابارتمون نذكروا الناس اهين داك جا لابارتمون ديال اليوم جات في الطار ديال المرجان، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فين جا بالضبط جا في شارع جيش الملكي او ما يسمى بطريق الرباط قريب من المدينه الرياضيه اللي كاينه في طنجه اللي غدشن قريبا قريب من المجمع الحسني قريب ملعب بن بطوطه قريب من زياتن قريب من برامس الثانيه قريب حتى من اهلان والسونتر في مع لي تونيز جداد. هنايا كنلقاو لا شومبر الثالثه اللي هنايا عاملينها شومبر برينسيبال اللي فيها بيت النعاس الرئيسي ديال الباغون. هاد لا شومبر هادي تبدلات كاريمون حيت نورمالمون ما كانش فيها الماريو اون كاسخي في وسط الحيط، هما اللي عملوه هما اللي بناوه. وي يعني خداو من المساحه ديال الحمام وزادوا هاد الماريو غيبقى واخا لا الماريو غيبقى واخا تبع خويا حيت في وسط الحيط. وي الا اللي بغى مثلا يدي غير الكاما ما يديش فراش كامل يدي كاما حيت جات مع الديزاين ديال مع ماريا. وي وتا هنايا عملوا الصباغه قلت لي الياقوته وي هاد الصباغه الياقوته وعاد عملوا لي سبوت في هاد السقف هذا جات زعما فكره مزونه ممتازه غزاله لي سبوت اذا كان بالليل عندك الكونه ديال الباب ما محتاجش تشعل الضو كامل ديال لا شومبر تشعل غير هذا غير باش تشوف تينا في النايضه وصافي فكره غزاله صراحه. هاد لابارتمون كيف ما كتشوفوها راه مشمسه مشمسه بالمزيان بحكم انها جات في الكاتريام ايطاج وما كاينش داك الفيزافي
وهنايا فاتي هي كتقول لكم الكلمه اللي غادي تبقى واخا تكون لابارتمون تبع خاويه ولابارتمون راه مهويه علاش حيت جات جوج ديال لي فاصات جوج ديال الفاصات مهويه بالمزيان واخا هي عامله الروبيقان زعما مغلوقين على حساب التيقان حنا ما فتحناهمش باش ما تدخلش الشمس راه لابارتمون مشمسه بالمزيان واللي بغى يشوفها مباشره شنو عليه غير يتصل بينا ونجيبو نديرو الموعد ويجي يزيتيها ويشوف الحاجه بعينيه من الاحسن هنا الحمام حتى هو راه تعاود ليه الاصلاح طوطال حتى هو عملت له الزليج في الارض عملت له الزليج في الحي وعاد كان كبير نورمالمون وصغرته باش تخلي الماريو في البيتاخو وعاد عملت له الزليج حتى في السقف وي عملت الدوشه اللي بالالومنيوم عملت اللافابو مطعم وحديته والطواليت مطعم وحديته يعني واخا صغرات منه وحق المساحه بقات كل حاجه شابره مطا بقى ومساحه كافيه يعني ما كاينلاش داك الكبور ما غاديش تحتاجو اللهم وي و بالنسبه اللي غادي ياخذوها بالفراش ولا خويا راك شفتوا الفراش والتجهيزات اللي فيها شو الاصلاحات الكم نهائي الاصلاحات اللي دخلوا لابارتمون الموقع ديالها راه جاهزه بزاف جات في الكافيه ميناج فيها 88 متر فيها 3 ديال لي شومبر 2 ديال لي فاصاد ومساحه ديالها كبيره كيف ما شفتوا مفصله على حقها وطريقها لابارتمون من الحجم الكبير اللي جبت لكم افيتو طونجي العماره فيها السنديك فيها الكاميرا سيرفيونس وطبعا جات في ريزيدونس هادشي كامل لقيتكم هنا فيها ونذكر الموقع فين جات بالضبط الموقع جات في الظهر ديال مرجان ديال طريق الرباط الناس اللي ما كيعرفوش هاد الموقع فين جا في شارع الجيش الملكي قريب من المدينه الرياضيه اللي كاينه في طنجه قريب من المجمع الحسني قريب من ملعب بنو بطوطه غير من برانس الثانيه قريب من اهلا وقريب حتى من شارع مرتيل والسونتر فيل مع لي تونيل جديد ابارتمون كبيرة مطلوها 100% فيها 88 متر في الايطاج الرابع فيها دو فاصات كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه الثمن ديالها هين شحال 69 مليون خاويه 85 مليون بالفراش يعني 88 متر غير 69 مليون الثمن مشجع والديكلاراسيون 100% يعني الناس اللي باغا تستغل الفرصه وتعمل عليها كريدي او تصرح 100% الفرصه جاتكم من يدكم عند لابارتمون من الحجم الكبير استغلوا هذه الهمزه الثمن ديالها بالدرهم 690 ألف درهم مغربي بدون أثاث و قلتي 850 ألف درهم مغربي بالأثاث كل شيء اللي شفتوه اللي بان لكم في لا فيديو إذا عجبتكم هيندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الأرقام اللي كاينين في أعلى الشاشة وحنا إن شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها بغيتوا تقصوا على هذا العقار ولا أي عقار كتشوفوا في القناة ديال أفيتو طونجي ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في أعلى الشاشة سواء في الواتساب سواء في التليفون وحنا كنعطيكم المعلومات الكاملة قلنا لهم جميع المعلومات كيسنوك تدعموهم الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تسعنوا الدور ديالكم يفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي اقولوا امين ونهاركم مبروك